5000 جوال من الحبوب وزنها 25 كيلوغرام، و5000 ناموسيات، 5000 بطانية، و500 كرتونة صابون، إضافة إلى 1000 سجادة صلاة. إنه دعم تكرمت به منظمة نور الشباب لصالح متضرري فيضانات وسيول جمعنا بلالا في الفتري، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد. ولأهمية هذا الدعم قام والي البطحاء جمت بن درقون شخصيا برفقة مساعديه المقربين والمندوب الولائي للنوع والتضامن الوطني بالبطحاء بالإشراف على عملية التوزيع. رئيس مركز داري إنجمينا بلال عبد الله يوسف ورئيس السلطة التقليدية لكانتون مانغا موسى عبد الله شكرا المانحين وعبر عن أملهما أن يحذو الآخرون حذوهم. ممثل أصحاب المبادرة محمد إبراهيم جهني قال إن هذا العمل الخيري ليس الأول، بل سبق أن تدخلوا باسم منظمة نور الشباب في مناطق أخرى بالبلاد، وهذا في إطار الأنشطة المشتركة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد. والي ولاية البطحاء جمت بن ديركوم بعد أن أثنى على هذه العملية الخيرية شدد على أنه يجب أن يتم التوزيع وفقا للاحتياجات التي عبر عنها المتضررون والأهداف المرسومة من قبل المانحين.